أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. لبنان اليوم الأول من آب، تحية للجيش اللبناني في عيده 79، وتحية إلى الجنرال فادي داود قائد عملية فجر الجرود. إلى مزيد من التصعيد، ميدان المنطقة ولبنان ضمن المنطقة، اغتالوا فؤاد شكر وأتبعوا الاغتيال باغتيال إسماعيل هنية، ومنذ بعض الوقت يقول الإسرائيليون إنهم اغتالوا محمد ضيف في الضربة السابقة في المواصي. لو كان الاغتيال حصل من دون أي تطورات سابقة له، أي من دون أن يكون مسبوقا بتطورات 7 أكتوبر طوفان الأقصى وحرب غزة و8 أكتوبر ونيران الحدود الجبهة اللبنانية الجنوبية، لكان هو الحدث الموضعي المفاجئ. لكن اغتيال شكر وهنية بعد مرور 9 أشهر حبلة أو حافلة أو مضمخة بكل أنواع المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة و400 شهيد للمقاومة في جنوب لبنان، اغتيال 30 تموز يعني أن الخطوط الحمر تتآكل، وأن خطورة الميدان ساعة بعد ساعة تتآكل، والمنطقة تتحول يوما بعد يوم آتونا، ولبنان يتوجس إلى حد التيقن أن الأشهر الستة المقبلة لن تكون كالتسعة السابقة. ونقول الأشهر الستة المقبلة نسبة إلى أن الرئيس الأمريكي الذي سينتخب في 5 نوفمبر المقبل سيتسلم مقاليد الرئاسة في 20 كانون الثاني المقبل، أي بعد شهرين من انتخابه. وبالتالي صور توحش نتنياهو لثمانية أشهر مقبلة جديدة جاثمة، إلا إذا كانت اغتيالات الأيام الماضية تؤدي عبر الدبلوماسية الدولية إلى فتحة نحو تسويات ممكنة. نتنياهو قابل المرشحين ترامب وهاريس وعاد مزهوا بأجنحة طاووس نفشت أكثر بعد 75 تصفيقا في الكونغرس. في أي حال، السيد حسن نصر الله سيتحدث في خلال تشييع القائد فؤاد شكر اليوم، وقد يمكننا تلمس أو ترقب المرحلة الجديدة سياسيا وميدانيا من مواجهة الإسرائيلي وأصدقائه. طبعا نشير إلى أن هناك 12 سفينة أمريكية إضافية أرسلت إلى هذه المنطقة. معنا مباشرة الجنرال فادي داود. أهلا وسهلا فيك جنرال، وعم نستضيفك يعني بعيد الجيش، من عيدك ومن عيد مؤسسة الجيش، ويمكن كنتوا بهالوقت سنة 2017 عم بتحضروا لعملية فجر الجرود اللي انطلقت ب يعني ب 17 2017. فعلا التوقيت اللي تفضلت فيه استاذ جلال، شكرا على استضافتك وشكرا على تحيتك للجيش ولضباط واللي شاركوا بمعركة فجر الجرود، وبضم صوتي لصوتك بالتحية. تحية لهالعسكر اللي أصابوه بلقمة عيشه، واللي أصابوه بحبة الدواء، واللي أصابوه بعياله وبعدهم بيطالبوا وبيقولوا له قوم بواجبك ونزل على الأرض، وهو بعده صامد ولا شك وعن يقوم بواجبه وقيادته عم تشتغل لحتى جميعا، جميع أطياف، جميع سلم هرميات المؤسسة العسكرية. وهون أنا بتسأل سؤال صغير لكل واحد بيجي بيقول لك وين الجيش، لأنه شغلة عم نسمعها نحن وياك أكثر من مرة. نعم. وين الجيش؟ ليش ما بيقاتل إسرائيل؟ ليه ما بينزل على الحدود؟ أنا بتسأل بسؤال كتير بسيط. نعم. شو عملت الطغومات المتعاقبة على القرار السياسي الكبير بالبلد؟ شو عملت للجيش يقدر يوقف على الأرض ويقاتل؟ طيب جنرال، ما زال فتحت بلشت بهالمشهدية اللي هي يعني هي نفتخر فيها ولكن كمان نتأسف لهالحالة. نعم. برأيك الـ 1701 هل عم بتجرب الدبلوماسية إن كانت غربية أو قريبة أو عربية؟ نعم. عم بتجرب تتسرب منها أنه خلي الجيش يطبق 1701، أو بدنا نطبق 1701 ويكون الجيش هو موجود مع اليونيفيل بالمنطقة، هل قريب إلى الواقع أنه تطبق هذه الشغلة؟ خليني أقول لك شغلة. 1701 قرار أممي من الأمم المتحدة. أي قرار من الأمم المتحدة هو مدخل الحل بلبنان وبأي بقى من بقى العالم. ما فيك تفوت على حل مستدام رسمي تعتمده الدولة ويكون متعارض مع قرار الأمم المتحدة. أما بدي أفهم، بدنا نفهم نقطة صغيرة، ليش التركيز على مش 17-01، على إبعاد حزب الله
عن الحدود مع إسرائيل. سبعة كيلومترات، خمسة ستة لغاية سبعة كيلومترات، لأنه من المعروف والمتعارف عليه، بتعرف عند الإسرائيلية عندهم وسائط استطلاع وتكنولوجيا متقدمة، طبعا رح نحكي عنها، متقدمة جدا، أقمار الصناعية. اليوم الأقمار الصناعية من الجو بتقدر تقلك في أنية مي، في نهر مياه مرق تحت الأرض، أو في عين مياه مرقة هناك، يعرفوا تماما وين الأنفاق أو شبكة الأنفاق قديش عمقها. وإذا مش عبر الأقمار، عبر الهيومن انتليجنس، يعني عبر الاستعلام البشري، تقدير انه هالشبكة الانفاق عمقة بالارض اللبنانية 4-5-6 كيلومترات، بيطالبوا بالانسحاب هالمسافة ليضمن انه حرم وحزب الله من ميزة استعمال الانفاق بحال اي معركة بدها تصير هنوية بجنوب لبنان. هاي النقطة لازم تتاخد بعين الاعتبار. انما برجع بقلك وبأكد على كلامي، 17-1 هو مدخل لاي حل، ما فيك فوت بحل الا متى. يعني مثلا اذا في شي فرق بين وقت القرار 425، ده 25 سنة عاد إلى التطبيق، ولكن لو ما كانت المقاومة أنه ما كان طبق القرار 425. قرار جمعية عامة أخذ ربع قرن، قرار جمعية عامة. 17-1 قرار مجلس أمن، في فرق كبير بين هالقرارين بقلب الأمم المتحدة. الجمعية العامة تشبه إذا بدك مجالس النواب بالعالم، منصة بيطلع كل رؤساء العالم، وزراء الخارجية، ما بيصدروا مواقف، بيعلنوا مواقف، وبالتالي بس ثبت بمجلس أمن. أكيد طب، أكيد أخذ رأي، ثبت بمجلس أمن أخذ يومها رأم. يومها قوة الدبلوماسية اللبنانية غسان تويني، غسان تويني وهيدا الفريق اللي بعده لليوم مدعي فخر، هيدا الفريق قدر يعمل من قرار ينتزع جمعية عامة عطيه نفس قوة قرار بمجلس الأمن. هيدا النقطة الأساسية بينات، أو هيدا الفرق الأساسي بيناتهم. طيب هل نحن كتير 17-1 أنت بتعرف قرار هجين، يعني يسموه، لأنه بدايته تحمل فصل سابع ومتنه 6.5 سموه مزبوط 6.5، أنه وقف أعمال عدائية وإلى ما هنالك. صحيح. طيب جنرال، هلأ صار في عنا اغتيالين، هلأ طبعا إذا تأكد مثل ما أعلن الإسرائيلي محمد ضيف، يعني وعيسى قبل الضيف كمان، نعم سلامي ما بعرف وعيسى وكذا، بس كانت قبل هاي الفترة، قبل هاي المرحلة، أو قبل من شهر لهلأ، قبل هالشهر، نعم، كانوا يقولوا أنه عم بفتشوا الإسرائيليين، إسرائيليون على انتصار ما، مشان يدخلوا بأنه ينزلوا عن الشجرة أو يدخلوا بتسوية. ونحن كنا عم نقول أنه والمقاومة والسيد نصر الله بتوقف بغزة بتوقف عنا، هلأ عم بفرجينا نتنياهو أنه بتوقف بغزة بتبلش عنا، وما بتوقف بغزة مكمل عنا بجنوب لبنان. بتوقعك اغتيال إسماعيل هنية بطهران، اغتيال فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية، هل هذا سيساهم بفتح فوهة البركان بالمنطقة، أم أنه ممكن يؤدي إلى غير شيء؟ خلينا بعدين بدي أحكي عن تقنيات كيف اغتالوهم. أوكي. نعم. خلينا نحطهم بإطارهم للحدثين، وقبل ما نحط الحدثين بإطارهم خلينا نحكي على عسكريا على عمليات الاغتيال. نعم. من المعروف تماما عمليات الاغتيال أو قطف الرؤوس سياسة تسمى بالعلم العسكري decapitation، قطف الرؤوس. هالسياسة صرفت نظر عنها معاهد الأركان بدول العالم منذ ثمانينات القرن الماضي. كانت بفترة من الفترات تعتمدها، يعني جنت الأجريمنت عملوا ولا هني قرروا؟ لا لا لا، هني شلوها من المعاهد، المعاهد العسكرية، كليات الأركان بتروح. نعم. تعمل كلية دورة. نعم. أركان بإنجلترا، بفرنسا، بأمريكا. نعم. بالدول الخارجية كلها بتطلع لبرا، ما عادوا يعتمدوا هالتقنية هيدي، لأنه اكتشفوا أنه كل رأس بتشيله اللي عم بيطلع ورا عم بيكون متشدد ومتطرف أكثر منه، وعم بيكون أقوى، يعني يكون عنده خبرة، وبيكون شاب ومتمرس ومحضر وبيعرف النتيجة اللي صار، والمؤسسات. نعم. تستمر، ما في ولا حادثة، أو ما بعرف إذا بتعرف حضرتك أو حدا بيقدر يعطينا حادث واحد
قطعوا رأس مؤسسة أمنية وخاصة المنظومات التي تشبه حزب الله وحماس. نعم. يعني هيدي منظومات مقاومة عقائدية ومقاومة. منظومات المقاومة بتشتغل أفقيا هبز أند نودز بيقولوا لها عنقودة، وأفقيا وتحت الطاولة، مش مثل المنظومة العسكرية اللي هي بتتنظم هرميا. قائد لواء عنده 4 أركان، تحت منه 7 كتائب، تحت الكتيبة يعني 4 سرايا، في تسلسل هرمي، في تسلسل هرمي. بالمنظومة العسكرية الراس واضح، وقت اللي بتصيب الراس ممكن تشل اللي تحت. نعم. أما بالمنظومة الأفقية الحال مختلف تماما، في خلايا، في عناقيد، في خلايا، في خلايا، وفي منظومة عنقودية. كيف العنقود العنب وقت اللي بتقطف حبة العنقود بعده كامل. نعم. وبتقطف خصلة فيها ضرر أكثر من الحبة، إنما العنقود بعده شغال. نعم. لها سبب تسمى منظومة عنقودية. هيدا المنظومات أثبتت التجارب والتاريخ، المعاهد العسكرية ما عم بخترع، مقتل شخص واثنين وثلاثة من رؤسائها ما بيشل عملها، والدليل قدامك. عماد مغنية اغتيل، ما هيك؟ عماد مغنية من مش بس من الصور الأيقونية بالحزب، عماد مغنية من الرجال الأول بحزب الله الرقم واحد يعني طبعا. وخاصة يعني 2006 معروف من العسكري بالعمل العسكري. نعم. والأمني ما تأثر إداء الحزب، بالعكس إجا برا ورا سيد بدر الدين اغتيل، ما تأثر إداء الحزب. يعني عم بالعكس عم بزيدوا خبرة وعم بزيدوا. وبالجنوب اللبناني كذلك الأمر، هلأ ضربة أو اغتيال إسماعيل هنية. نعم. واغتيال فؤاد شكر. هلأ حماس تنفي انه يكون الضيف اغتيل يعني هاتين مرة. يعني نائب رئيس حماس خليل الحيي يكذب ادعاءات اسرائيل، هيك اوكي بدك. نعم. ننتظر. نعم. ننتظر بتبين. بس حتى لو تمت انا بعتقد تأثيرها رح يكون جد محدود والبديل جاهز. شوف قادة حماس كل واحد عم بيروح بيطلع بديله، واعطينا مثل عند حزب الله. نعم. كذلك لها سبب، انا بعتقد يعني في ضرر ويلحق الضرر، ما في شخص مثل التاني، انما هيدي منظومات امنيه ممكن يتاثر عملها انما لفتره قصيره وبتكون رجعت. مش مثل رؤساء الاحزاب وكذا اللي عندنا. ايه مش مثل اللي هن بلبنان، يعني بيروح رئيس الحزب بتروح ما بيتعرضوا اللي عندنا بلبنان. ما بتعرض. ايه مبسوطين فيهم برا وجوا. طيب جنرال بالتقنيه، طيب اليوم بيقول لك المواطن يعني شو عم نلعب جيم، يعني بتطلع ما بعرف شو F-35 او مسيرات او شيء وبتضرب الغرفه اللي موجود فيها المسؤول، انه هي شو قصه يعني مثل تسليه، وكيف عم يقدروا يامنوا هالشيء. وكذلك بالمجمع قدامى المحاربين بطهران، كيف بينقتل اسماعيل هنيه يستشهد على التخت اللي هو قاعد نايم فيه. لا شك تساؤل بمحله هيدا. التفوق التقني الإسرائيلي معروف، أنا بحاجة إن احنا نحكي فيه بس لنعطي فكرة قديش هو متطور. التفوق التقني الإسرائيلي متطور لدرجة إنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى أوروبا تستعين بالتكنولوجيا الإسرائيلية. بالتفاصيل يعني كيف؟ نعم. يعني منظومة بيجاسوس للتجسس، سمع فيها؟ هيدي اللي أخدها المغرب وأدت لمواقف بين المغرب وبين إسبانيا بخصوص الصحراء. نعم. الصحراء الغربية. نعم. كلها قائمة على جهاز التجسس الإسرائيلي. تكنولوجيا تبعيتهم متطورة جدا بمجالات. يعني لو ما البيكاسوس كانوا البوليزاريو أخدوا ولا كيف؟ يقال إنه بواسطة هالجهاز فاتوا على مراسلات خاصة لرئيس مجلس الوزراء الإسباني مع زوجته وأدت لمواقف يعني ما بنعرف. إنما التجسس عم نحكي لأي قديش لأي مدى متوغلين هني. أما بموضوع الاغتيال عندك عدة نقاط عم نعملها أوفرلابينج، عم نحطها فوق بعضها. عندك الداتابيس الموجودة عند الإسرائيلية من زمان، إن يكن بمعلوم من شبكة المعلومات، وما تنسى فترة اغتيال الرئيس حريري 2005-2006. كل داتا الوزارات اللبنانية انفلشت وصارت أونلاين، حتى سجلات النفوس لأنه التحقيقات أخذت كلها صارت أونلاين. تاني مثلا وقت سجلات النفوس، أنا بعدني بتذكر
احد الاشخاص اللي ما خصه بالنفوس يعني نحن وانت، بتقول له جلال عساف، تقول له فادي داوود، بيحطه على السوفت وير قدامه بيطلع كل المعلومات اللي بتطلع على السجل العدلي عندي او سجل العدله اللي عندك وقتها وقت 2005 و2006 يعني مش مثل هلا يعني. عم نحكي يعني انه كل هالمعلومات انه اذا وقتها هيك يعني اذا وقت كل هالمعلومات كانت صارت اونلاين. اضف لها مؤخرا وقت الاخر كارثه اقتصاديه بالبلد، صار كل واحد كل دوله بدها تعطيك 100 دولار بدها تاخذ الداتا تبعيتك وتبعيت ستك وجدك ويضلوا راجعين لو هلا ما عم بقول انه هودي اسباب من اسباب اغتيال هيدي، نحن عم نقول قديش عندهم قديش الداتا المتجمعه موجوده عندهم موجوده، هو موجود عند الاسرائيلي، موجود عنده التكنولوجيا المتطوره مثل بصمه الصوت. ولفتنا كمان من منبرك الكريم المره الماضيه، نعم نحن حكينا باول المعركه حكيت عن الشيء اللي عم بصير هلا يعني. يوم ما قلنا انه عمل حزب الله داخل سوريا جعله يتحول من العمل الأمني اللي هو سري وتحت الأرض إلى العمل العسكري اللي هو منظومة هرمية وفوق الطاولة وفوق الأرض. ومثل ما بلشنا بداية حديثنا، العمل الهرمي إلنا فيه رئيس، وبالتالي حين كان الحزب بسوريا كان عم كل قائد مجموعة عسكرية كان معروف من هو ومعروف مين هو ومرجعيته منيه. يوم كانوا متحررين متسهل، اليوم بتشوفهم منعوا الاتصال بالسلولار، ما عادوا استعملوا. اول ما اعلنوا السيد حسن نصر الله اول ما قال السيد العميد السلولار اوكي شال السلولار، اما بسوريا ما اعتمدوا هالاستراتيجيه هيدي. وبالتالي كل الداتا يوم كانت مجتمعه، والداتا هي من بصمه الصوت الى قد ما بدك يعني. التليفون ما بقى في معلومه الا موجوده، حتى شو بتحب وقت اللي بتبرم على الجوجل، الجوجل بيسجل ذوقك بالاكل وبالشرب وبالقراءه وبكل الامور. اذا كل هيدا المعلومات يضاف لها قدره الاسرائيلي على الاستهداف. المسيرات تبعيته مطور قذائف ومطور صواريخ، بتنسق بين المقذوف وبين الهدف اللي بيصير هو مرسل، هو الهدف بيصير عم بعيط ويوجه الصاروخ لعنده، بتأدي إلى هالإصابة الدقيقة يعني ببساطة. يعني الذكاء الاصطناعي السيليكون فالي والداتا يعني هذا مثلث قاتل بالنسبة ولا شك. طيب هلا هن يعني نحن بفترة من الفترات كان ممكن لبنان يكون عنده هال التقنية. ما نحن نشأنا على فكرة إنه لا بيقولوا لك لبنان هو او اسرائيل اعدى اعداء لها هي لبنان، لانه لاسباب عديده واهمها انه اللبناني اليوم كل الدول العربيه الله يبارك فيهم صاروا بالعلوم شبابها يعني كلها متعلم طبعا الله يوفقهم يعني. انه بنعرف بفتره الستينات والخمسينات والسبعينات النهضه كانت النهضه هي نهضه لبنانيه، نهضه فكر لبناني. نعم. وقت اللي لبنان اذا بتتذكر او اللي من يذكر كان عم بيشتغل على صواريخ ارز واحد وارز اثنين وارز ثلاثه، كان فيهم ضابط من بيت وهبه، العميد وهبه، جرجي وهبه او خيو لجرجي وهبه، هيدا اولاده كمان ضباط نوجههم التحيه. كانوا عم بيشتغلوا على النظام وتم تدمير وتم توقيف جامعة يمكن هاي كازيان عملوا ضربوا صاروخ طلع بعده صاروخ أوكي. طلع يمكن أشط بالماضي الانتيدوت تبع إسرائيل هو المجتمع اللبناني. إسرائيل تدعي للإنعزال، مجتمع طائفي منعزل. لبنان مجتمع متنوع، مجتمع متنوع، نحن متنوع أوكي. لبنان بيقولوا لك إسرائيل تقول أنا الديمقراطية الوحيدة بالعالم العربي، لا لبنان هو ديمقراطية أعرق منك. هن الديمقراطية بيقدروا يحولوها بالعمليات العسكرية، بيحولوا الرأي العام يعني بيعملوا اعمال عسكريه، بيحاولوا الراي العام بواسطه الاعمال العسكريه. اذا ديمقراطيه بفرد لون بشر، بفرد عنصر بشري هو العنصر اليهودي، وما عم نحكي على الدين اليهودي، عم نحكي على العنصر البشري. ساعات اللي بتنقي عنصر بشري واحد، اذا معروف حتى مرفق بيروت، موت مرفق بيروت يؤدي الى قيامه مرفق حيفا. طيب من ناحيه التعادل او تقابل القوى، نعم، هل تستطيع المقاومة انه يكون عندها، طبعا احنا المقاومة
ما بتنكر انه بتجي انه تمويلها او جزء كبير من تمويلها واسلحتها وتقنياتها من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، وهن كمان عم بيصنعوا هون المقاومه. نعم. هل الوقت من مصلحه المقاومه، هل يعني حجم القوة العسكرية والقوة التكنولوجية من مصلحة المقاومة بالمعركة، وكيف فيك تحكينا عن ميدان جنوب لبنان؟ المقاومة أو جميع أنواع حركات المقاومة بالمنطقة هون ترعاها إيران بلبنان وبالعراق وسوريا، ترعاها إيران وبتزودها هي بالتكنولوجيا والأسلحة اللي موجودة عندها. من حيث تقدم وتطور هذه الأسلحة ما فيها توازي السلاح الإسرائيلي ولا بأي شكل. نعم كتقنية مستحيل. نعم. لأنه السلاح اللي عم بتزوده إيران أمريكا. السلاح اللي إيران عم بتزود فيه هو إجمالا أو بغالبيته سلاح صيني، تاخده بتنسخ هالسلاح بتعدل فيه بتعدل. بالوقت اللي الصين نادرا ما تطور سلاح، الصين تعمد إلى نسخ الجيل الثالث والجيل الثاني، إذا قدرت الثاني الجيل الثالث والثاني من الأسلحة الأمريكية أو من الأسلحة الغربية وبتحدث فيها وبتصنعها. إيران بتشتري هالصواريخ هيدي وبتطور فيها، مهما بلغ تطورها ما فيها توازي الجيل الأول الذي يستعمل. هيدي من الناحية التكنولوجية. إذا شو بتعتمد بالمقابل؟ بالمقابل تعتمد على الأسيمتريك وورفير، على الحرب الغير المتماثلة. وحتى نشرح مفهوم الحرب المتماثلة، ما في أفضل من نموذج النسر والفراشة. كيف؟ النسر أعظم الطيور. نعم. ما في طير. وما في طير بيوصل لعلوه. نعم. ما في طير بيقدر. نسر. بيشقل أكبر فريسي. النسر ما هيك؟ والفراشة هي أضعف الطائرات. نعم. النسر ما بيقدر يقتل الفراشة لأنه ما بيقدر يلقطها. يلقط فريسة كبيرة بس ما بيقدر. طيرانة قريبة من الأرض ما بيقدر يلحقها، بيقشع على مسافة كيلومتر واحد، بيقشع فارة متخبية تحت الحجر ما بيقدر يلقط الفراشة، لو شافها ما بيقدر يلحق حركة طيرانة. هيدي الحرب نموذج عن الحرب غير المتماثلة. حلوة، أول مرة حدا بيحكي. إيه لا مثل نسر وفراشة. نعم. إيه إذا التكنولوجيا المتطورة شو بقابلها؟ بتعود أنت لورا، يعني تكنولوجيا بدائية بترجع لورا. وهيدا اعتمد حزب الله بجنوب لبنان، وقف استعمال السيلولار. كل شيء أول شيء كل شيء سيلولار عنده اي بي ادرس يعني بيطلع أونلاين خلص وقفه. شو اعتمد؟ أبو لمبة. راح على النوكيا القديم اللي بنقول له ابو لمبا، راح على النوكيا القديم لانه ما بيطلع على كل حال. هن المسؤولين والقاضي عند قبل، المسؤولين السياسيين عند حزب الله كانوا يستعملوا ابو لمبا من زمان، كل العالم بتعرفها. نعم. حتى بقلب العسكر يعني. نعم. المراكز الدقيقه الحساسه. والحل الامن ما يكون معك جهاز اتصال. وهن بعتقد انا انه مانعين الاتصالات بيناتهم، ومين بيضطر يستعمل كلمه او اليد او باليد. حتى الكمبيوتر ما عادوا عم بيستعملوه، رجعوا لايام الدكتيلو. نعم. لانه الكمبيوتر يعني باليد، ورقه بتسلمها باليد او الكمبيوتر لو دقيت وما طلع اونلاين قادر يحفظ كل كيبورد تاتش، كل كبسه كيبورد قادر يحفظها الكمبيوتر، ولحظه اللي بيصير له يطلع اونلاين مستفيد او مستعينا بتليفونك او بتليفون ضيف او بتليفون اي انسان بكب المعلومات كلها بسرعه. ايه. حتى المكانات الفوتوكوبيوز والهذا بيستعملوا القديمه او الدكتيلو. خلص راحوا على الدكتيلو، بيدقوا على الدكتيلو وبيصوروا بمكنه ثابته ما بتطلع اونلاين. اعتمدوا هالتقنيه. هيدي من جمله الدفاع ضد التطور التقني. نعم. هلا بالنسبه للمسيرات اللي هن بيستعملوها، كيف بتصير عمليه الاغتيال؟ يعني نموذج مثلا انه مثلا امبارح عم بيقولوا انه استعملوا الاف 35 والمسيرات اللي مثل الدرون او شيء، استعملوها بعمليه مركبه. طب ما في عندك الوقت، يعني انه كيف ممكن هالمستهدف بلحظه يفل من هالمنطقه؟ كيف عم يستهدفوها من ناحيه التقنيه والوقت؟ التقنيه بتنتقل باجزاء من الثانيه. اغتيال اللواء قاسم سليماني، نعم، صرح الامريكي يوم اللي روحوا
وقال وطلع تصريح وطلعت على الإعلام إنه من تامبا تم تنفيذ عملية الاغتيال. تامبا بفلوريدا بالولايات المتحدة، يعني على اغتالوه بالعراق. كيف؟ بواسطة مسيرة وبواسطة طائرات الفانتوم. المسيرة بتستهدف، الفانتوم تستعمل مشان الاتصالات ومشان تحديد الهدف ومتابعة الهدف بدقة، والمسيرة هي التي تغتال أو تثبت الهدف حسب أنواع المسيرات اللي عندك اللي عم تستعملها. إن تكن يعني كله جائز، مشان هيك بيقولوا لها مركبة. ممكن المسيرة تبعيتك مهمتها الاستطلاع وتحديد الهدف والطيارة اللي بترمي الصاروخ، وممكن العكس، وممكن العكس لها سبب. ممكن مسيرات هن مسيرات اثنين أو ثلاثة أو مجموعات مسيرات، واحدة تستطلع، واحدة تهدد تحدد الهدف وتثبته، والثالثة تعالجه، وكتلتهم بيبقوا عم بيتواصلوا مع قاعدة إرسال. ممكن تكون مسيرة رابعة وممكن تكون طيارة بالجو تبعت لغرفة العمليات اللي بدها تنف اللي عم بتتابع التنفيذ. طب قديش بتساهم الذكاء الاصطناعي بضبط الوقت؟ يعني انه بدل ما تكون دقيقتين خمس دقائق بتكون بلحظة او بثانية. هي مرتبطة مش بس بالذكاء الاصطناعي، مرتبطة بسرعة الاتصالات وسرعة نقل الامر. يعني اجزاء من الثانية بيكون الاتصال وصل. هيدي الامور نسبة اصابتها تتخطى 95%. هيدي الاهداف اللي تستهدف عبر المسيرات او عبر الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اهم نقطة فيه يحدد لك الهدف، انه هيدا هو الهدف، هيدا الشخص. اما الاستهداف هو موضوع المخزوف ومنظومة الاتصال بالمخزوف. طيب اجهزة البشرية قد ايه بدها بشر لحتى، اما بدها بس حدا مخه كمبيوتر مش راسه كمبيوتر، هيدا معمولة حتى كل العالم تقدر تشغلها. برمج. اذا بدها واحد، اذا بدها رجل يعني متميز، اكيد بدها اطلاع، بدها معرفة، بدها تدريب. طبعا بدها تدريب بس قدر يقوم فيها العالم يعني. طيب المقاومة عندها شيء من هالنوع يعني؟ ما بعرف انه يعني وقت بيبعتوا هدهد، وقت بيبعتوا طيارة درون ما بيقدروا يكشفوها. المسيرة ما بتنكشف بالرادار الإسرائيلي، هذه كيف بأي طريقة؟ المسيرة ما بتنكشف بالرادار الإسرائيلي مش لأنه المسيرة متطورة، لأنه مسار المسيرة بمجالات الرادار ما بيقدر يلقطها. بنعرف جميعا الرادار يرسل حزمة ضوء فيزو، حزمة يعلى ما بتقدر تلقط هالحزمة. إذا بنقدر نرسم نحن شكل بشكل مخروطي بينتقل من نقطة وبيفتح مع المسافة. هلأ المسيرة أو حيّ الله طيارة تانية، إذا طايرة فوق هالحزمة ما بتقشع، إذا طايرة تحت الحزمة ما بتقشع. وبالتالي الرادارات أهدافها الأولى والأساسية هي الطائرات. لذلك يركب الرادار على مرتفعات وعلى تلال حتى يكشف بالجو مش يكشف على الأرض. تيجي المسيرة وين راكب هالرادار؟ راكب هون، بتنزل هي على التل اللي تحته وبتطيل على مستويها. طيب جنرال، لنشيل فرضية انه ممكن تنفتح تسويات. نعم. لنقول انه المعركة بدها تستمر من هلا لحتى يستلم رئيس الامريكاني الجديد، لانه هن الداعم الاول. المسار الميداني كيف تتوقعوا؟ لنشيل موضوع التسوية على جنب، بعدين بنحكي. نعم. بالجزء الثاني من الحلقة. نعم. كيف ممكن يعني محور المقاومة من العراق الى سوريا، الى طبعا مرورا بالبحر الاحمر، نعم، الى فلسطين وجنوب لبنان، نعم، كيف ممكن تكون مسار المعركه؟ اذا بس رح نروح نحن على معارك او على حرب او على ما بعرف شو، اذا افترضنا المواجهه مفتوحه، ما هيك؟ وهلا بنرجع نحكي لهنا. اذا جينا افترضنا سلمنا جدلا انه المواجهه مفتوحه، كيف سيكون شكل هذه المواجهه؟ بدايه شو نحن شو الاخطار اللي ممكن نتعرض لها، او شو امام شو الاعمال الممكنه للاسرائيلي؟ اول عمل اللي كانت كل العالم متخوفه منه واللي انا ولا لحظه كنت مؤمن انه ممكن يصير هو الاجتياح البري، وهو الاخطر وهو العمل الاكثر خطوره انما الاقل احتمالا. الاجتياح البري اليوم شو بيكلف العدو؟ مقوماته مش موجوده. ببساطة بكلمتين للمشاهد يقدر يعمل يفهم مقارنة ويفهم بسهولة ما يعود يطرح. اليوم على الإعلام كلهم بيقولوا لك
معاد مطروح الاجتياح البري بالوقت اللي أول ما حكي الإعلام على الخطر الإسرائيلي صريح قبل الاجتياح البري. عام 82 اجتياح 82 دخل على لبنان 100,000 عسكري إسرائيلي. مين كان في بوجههم بلبنان؟ كان في 40,000 عسكري سوري انسحبوا على البقاع وما شاركوا. وصار فيهم بالسلطان يعقوب دمرونهم 72. المعروف انه ال 40,000 ما شاركوا خارج المعركة. كان في 20,000 مقاتل فلسطيني و 2,000 مقاتل ميليشيات وامل ومقاومة وحزب الجبهة الديمقراطية والعراق. مظبوط. اذا نسبة اللي عم بيقتلوا الجيش الاسرائيلي أصلاً. نسبة الجيش الاسرائيلي للعمل هني خمس مرات على 20. خمس مرات بدك لتعمل عمل عسكري بالميزان العسكري بمعاهد الأركان إذا بتفوت على دولة فرضية أي جيش أي صدام أي معركة عسكرية ملزم أنت وقت بدك تقدم خطة عمليات بدك تكون حاطط قوة 3 أضعاف العدو. إذا ما بتحط إذا عم تعمل تمرين تكتيك بالكلية وبتحط إذا عندك كتيبة أو سرية إذا مهاجم السرية بسريتين مش مظبوط بيقولوا لك فاشل دغري تمرينك فاشل بدك 3 سرايا بدك 3 أضعافه يعني 3 سرايا يعني كتيبة معززة أحسن عندك قوة أكتر كمان بتساعدها. إذا شفنا هون مأمن الميزان العسكري يعني فاتوا 100,000 وقابلهم في 22,000 الميزان التكتي محترم. اليوم إذا جيت أنت اعتبرت بس عم بياخد على هالنقطة هيدي في غيره كتير بس اذا جيت اعتبرت لا نحكي عن غيره بس كمل بيانا داش عنده حزب الله مقاتلين حاطتهم بجنوب اللبناني انا عندك تحت 50,000 100,000 60,000 دابلك فوت عليهم بدك 500,000 600,000 نقطة. 2 الجنوب اللبناني اليوم غير جنوب اللبناني ب 82 الشعب هن الشعب العالم كله سوا هنيك كله سوا انه غالبية العالم عم بتقاتل غالبيتها مع حزب الله 90% من المقاتلين هن من الجنوب 90% من المقاتلين من الجنوب ومع حزب الله. النقطة الثالثة شو في تحت الأرض الأنفاق شو عطيتهم ميزة استراتيجية. النقطة الرابعة شو تسليح حزب الله نحن ما بنعرف. وأخيرا يعني ما بنعرف شفنا مرات طلع مسيرات او رد على مسيرات اسرائيلية عرفنا انه عنده قدرة مضادة للطائرات واسقط 2 مسيرات صحيح بإسقاطه 990 نعم. بإسقاطه عرفنا انه عنده قدرة مضادة للطائرات نعم. والاهم في يوجد ما يسمى توازن الرعب. بتلاقي النقاط العسكرية او الاهداف العسكرية اللي عم بيضربها الاسرائيلية هي اهداف نوعية مهما تكون قاسية ومهما تكون جارحة بضل يحسب حساب راجع ما عم بيجرؤ لا لم يجرؤ على القيام بتدمير شامل لا يجرؤ على استهداف المطار لأنه أرسوله معاهدة المطار مقابل المطار والمطار بده صاروخ على المدرج بيزعله غير صالح وفي مرفق حيفا وفي والمرفق يعني امبارح قبل الاغتيال طب فؤاد شكر كانوا موزعين فيديو مش الهدوء نعم. طبعا هداهد مش الحال بس فيديو انه هاي مقر وزارة الدفاع نحن منصيبه صحيح صحيح وما ومرفع حيفا بما فيه من نواحي من أمونيوم الفرق هو فرق نوعي مثلا يعني الاجتياح البري ما انه بيقول الاسرائيلي اذا شلنا الاجتياح البري نعم. بيبقى عندنا شكلين من العمليات يقدر يشتغلون اسرائيل. واحد هي ضربات جوية ما بنقول القصف الجوي القصف هو قصف بري نعم. من الجو بيجي ضربات ضربات هلا القصف الجوي بتطلع سرب من قاذفات القنابل وبترمي هاي مش موجودة بتدمر مدينة مثل ما دمروا بريطانيا مثل ما دمروا لندن بالحرب الثانية. إذا الضربات الجوية الحل الثاني والثالث هي العمليات النوعية. العمليات النوعية حكيت عليها امبارح صباحا على إذاعة الام تي في وانهيتها عملوا معك مداخلة بتابول الصحف بالصحف وقلت العمليات النوعية وبعدنا عم بقول وبالعمليات النوعية أتخوف من عملية اغتيال نهي الحديث بعتها فويس قلوا لحطينا أخبار ما بعرف بس أنه بعتناها فويس كنت متوقع أنا عملية الاغتيال وبالفعل ضربوا اغتيال. هلأ ضربة الاغتيال موجعة ولا شك أما بتضل أخف من عمليات التدمير الشامل الممنهج اللي ممكن يعتمدوا الإسرائيلي. طيب وقت اللي تأكد أنه مطار بيروت مش ما في أخبار أنه هو راح يستهدف هل هذا يعني
من خوف الإسرائيلي أنه ينضرب مطاراته وأنه ينصاب من أي منطقة اللي كانت، لأنه في عندك البحر الأحمر صابت هذيك المرة مطار إيلات. اليوم الحرب فيها ضوابط، حكينا أنه من أهم ضوابط الحرب هو توازن الرعب. نعم. في فرق بالدقة، يعني الإسرائيلي مزود بأسلحة، إذا قرر استهداف هالطاولة بيستهدف هالطاولة مش الطاولة المجاورة. بالمقابل بده ياخذ غبة. بالمقابل ما في أهداف بالطاولة الطاولة، إنما إذا تدمير الطاولة بده صاروخ، في قدرة على أنه يرموا 20 و30 صاروخ. وشفنا ضربة المسيرات كيف أغرقت القبة الحديدية. طبعا انه قديش بده يلحق عليها القبة الحديدية. مزبوط. اذا بتضرب اذا هذه المنطقة هون القبة الحديدية بتسقط 20 صاروخ، بيبعتولهم 80 صاروخ. بيبعتولهم عندهم هالقدرة، هيدي بتخلق نوع من توازن الرعب بعيد حساباته. وبعدين يقال انه 55% من يعني من القطاعات الحيوية موجودة بمرمى لبنان. بمرمى يعني المقاومة عنده حزب الله صار عنده خي صواريخ، مش بس حطتها هون، حطتها بالبقاع اللبناني، يمكن حطتها بالقصير، يعني بتعرف عنده تواجد وعنده عمق. يعني اذا كانت الانفاق استغنى عنا 6 كيلومتر هذه وما 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 في طبعا عنده، ما راح يستغنى. عنده وسائل، يعني نحن بنعرف جزء منها، بس على ما يبدو عنده وسائل كثيره وعديده وسوف يستعملها. اما من ناحيه الاشتباك انا اعتقد انه راح يضل محصور بالضربات النوعيه، وبقيت ما بقى رح يبقى الأصف اللي عم نعرفه بجنوب. بنكمل بالموضوع بس بعد فاصل إعلاني الجنرال فادي داود. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. جنرال فادي داود مرحب فيك مره ثانيه. شكرا. نحن ناطرين السيد حسن نصر الله شو ممكن يحكي بعد الظهر بتشيع فؤاد. شكرا. بدي احكيك عن الرد الايراني. هلا الرد اللبناني بنشوف نحكي، بس الرد الايراني كيف ممكن وباي طريقه يرد؟ هذه قناه 12 الاسرائيليه بتقول اعطيت تعليمات الى السفارات الاسرائيليه بكل بلاد العالم برفع التاهب وزيادة اليقظة ضمن الاستعداد للرد الإيراني. هم هيك يعني أنه هني عندهم بالإعلام. يعني نعم. بس نشوف شو مجالات الرد الإيراني ومنين وكيف. وقت اللي بدنا نشوف مجال الرد الإيراني أو قبل ما نشوف الرد الإيراني بدنا نحكي عليه بمستويين. بالمستوى التقني يعني المستوى العسكري كيف ممكن يرد وشو قدر يرد، والمستوى الفوق التقني المستوى الاستراتيجي أو السياسي. نعم. خلينا نبلش من مستوى الاستراتيجي. نعم. بدها ترد إيران، أنا برأيي ملزمة ترد، لأنه كرامتها بالدق وصورتها بالدق، والإسماعيل هنية يغتيل بقلب البيت الإيراني بطهران، لا يغتيل بتركيا ولا بقطر ولا بفلسطين، يغتيل مطرح اللي بيأمن، يغتيل بقلب المربع الأمني بطهران. أما خلينا نقرأ مظبوط على الردود، انه كيف بدها ترد وقديش ناوية ترد. اليوم جميعنا نعرف من الواضح تماما انه من يرغب بخربطة الامور هو نتنياهو. مزبوط. نتنياهو وقت اللي رجع من امريكا رجع مثل ما سافر على امريكا بمعركة مع جو بايدن، رجع من امريكا بمعركة مع كمالا هاريس، راح على امريكا في حظر على توريد الى اسرائيل قنابل 2200 باوند. نعم. اللي هي يعني طن 1000 كيلوغرام. رجع الحظر بعده قائم، سافر بده طيارات الاف 15، رجع الحظر قائم على طيارات الاف 15. هذا فيما يخص الحزب الديمقراطي. بما يخص الحزب الجمهوري اكيد اجتمع مع ترامب واكيد استمع لترامب، ومن الواضح تماما سياسة ترامب واضحة وأعلن يعني تطرف أمريكي بالمواقف أكثر من الأمريكا تجاه روسيا ما في.
أكثر موقف متطرف من الأمريكي تجاه الروسي والاتحاد السوفيتي السابق. نعم. وترامب هونيك أخذ موقف أنه بين روسيا وأوكرانيا، قال لهم أنا بدي أوقف الحرب. إذن ترامب واضح، أعتقد أنا أنه راجع نتنياهو بفكرة مع بايدن عندي مشكل وخليفته، ربح الديمقراط وربح الريبابليكان. ترامب بلغني تماما انا بس اوصل حروب ما بتعاطى. طيب بس ما يوصل هلا شو بيعمل نتنياهو؟ نتنياهو ما بقى عنده الا هالاستراتيجية الهروب الى الامام، بده يضل يصاعد. الحرب مش لصالحه، ما معه كلفتها اقتصاديا، ما معه كلفتها. يعني الحرب الواسعة انه يجر امريكا عليها ما في، ما رح بيقدر يجرها. إيه لانه حاوله بس هيدي استراتيجيته. نعم. ما عنده غيرها. نعم. يعني رح يضل يحاول يجر الامريكاني ليفوت بهالمعركه هون. الامريكاني ملتزم التهدئه، يعني اعطى مش انتوني بلينكن طلع بيان انه نتفهم اسرائيل حقها بالدفاع عن شعبها. نعم. عن شعبها وانتر يومي، يعني بين قوسين انه شعبها مجد الشمس. نعم. مجد الشمس لغايه هاللحظه رفضت تاخذ الهويه الاسرائيليه وبعدها متلقطه بالهويه السوريه. نعم. ليل القرى يعني اللي بعدهم مثلها. نعم. وهي من القرى القليلة يلي لا ترفض الجيش الإسرائيلي بعناصرها. إذا قدي الشعب منهم مشتركين بالعسكر، قدي الشعب وعملوا مظاهرة وقت الرفض. بس في غير ناس هم مشتركين، يعني نسبة 20%. يعني 20% نسبة 20% ما منع. نعم. من صحيح. مكون الدرز وقت اللي طلع نتنياهو يزور مجد الشمس حملوا ندين، حملوا يافطات وطلبوا بالمغادرة. إذا المعركة هيدي يريدها نتنياهو وهي في صالح نتنياهو. ليش نتنياهو مصر على هالمعركة وليش مصر على تطوير هالحرب باتجاه حزب الله وإيران وحماس؟ هل بيعتقد أنه إذا غطس بيغطس الأمريكان معه؟ طب وإذا غطس الأمريكان معه لوين؟ شو هدفه؟ أنا بعتقد بناء أو مش بناء، باخد مؤشر من حوالي أسبوعين أو 20 يوم، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بيقول إيران اقتربت من الحصول على النووي بمهلة أشهر، لأنه صار يمكن 80% تخصيب. أنا بعتقد أنه المفاوضات النووية الأمريكية بسلطنة عمان وصلت لمرحلة متقدمة جدا. صار من مصلحة الإيراني السير فيها، وصار من مصلحة الإسرائيلي مهما كلف الأمر يخربطها، مثل ما خربط اجتماعات روما والقاهرة والدوحة. exactly. بمعارك بده يخربط، بس هذيك معركة أكبر. okay. مع موضوع النووي أكبر من النووي أكبر، بس المصالح كمان أكبر منه. وبناء عليه أنا بعتقد أنه إيران معروفة باستراتيجيتها كيف تعالج الأمور. يعني مع احترامي للشهداء اللي راحوا ولشهادتهم لأرواحهم. نعم. بقلب المؤسسة، بقلب. نعم. المؤسسة بقلب منظومة الحرس الثوري أو منظومة الحلفاء الإيرانيين، ما لا لا أحد منهم يعلو الحاج قاسم سليماني. ما بدنا نروح على الانتحار يعني. وشفت الرد على اللواء قاسم سليماني كيف إجا مدروس ومدوزن ومعين. أنا بعتقد أنه إيران رح بترد. الشكل اللي بدها ترد فيه منه معروف، بدنا نتحذر وبدنا نحط تقديرات، إنما رح بترد بطريقة ما تخلي الوراء تروح لصالح نتنياهو. يعني ما تلعب لعبته أنه يجرهم على حرب كبيرة. يعني إذا هو بده إذا عدوك بده يجرك، إذا هيدا هدفه ما نشتغل. أنت ما لازم تمشي معه. أنا بعتقد هيدي هالنقطة رح يتم الرد ولا شك بده يكون في رد، إنما هالرد رح بيبقى ضمن إطار ما يجر المنطقة ولا يطير بشكل حكيم ومحنك. بشكل حكيم، بشكل مدروس جدا. ردود يعني هيدا الزمن هو زمن الردود المدوزنة بالمسيرات، مدوزنة بالرد العقل. زمن العقل هذا. لأنه بيقولوا لك نتنياهو مجنون. مش مجنون، هو عم يعمل اندفاع، عم يعمل شغله، عم يعمل سياسته وينفذ مصلحته. طب جنرال، انطلاقا من هون انه اذا كل الدول تعرف المصلحة وبتعرف انه اذا عدوك هدفه هيك نحن بنشتغل ضد هدفه. طب اذا قلنا العدو الاسرائيلي هو اول هدف عنده تقويض تكوينة لبنان وتقويض اقتصاد لبنان وتقويض وجهته السياحية اللي هاي الوحيدة ما قدروا عليها. يعني حضرتك جاي من جبال
قعدت على الطريق ساعتين ب40 كيلومتر ساعتين او اكثر انه في حرب وفي كذا. بعد هاي الشغله ما قدروا عليها للبناني على حيويته نعم. ولا على اغترابه. طيب نحن بلبنان شو عم نعمل بغض النظر عن المعركه؟ المعركه قائمه، يمكن في حدا بايد انه المعركه تستمر طويلا، في حدا بايد انه الجيش اللبناني هو وحده يستلم مش الحزب الله، وفي ناس بتقول انه ليش نحن بدنا نخرج بالحرب. بغض النظر عن كل هيدي الامور، شو عم يعملوا المسؤولون اللبنانيون؟ عم نحكي عم بسألك عن جد لانه يعني انا ما بعرف شو الجواب. بالنسبه لانتخاب رئيس جمهوريه، الانتظام الدستوري للاقتصاد اللبناني، بالوقت اللي بنعطي مثل نحن عن وينستون تشرشل قال له ان شاء الله بيقصفونا وبيضربونا ما بعرف قد ايه الالمان، طالما في قوس المحكمه ماشي، يعني عم يحكي بتحت القصف والضرب، طالما البلد مؤسساته بدها تمشي. نحن شو عم نعمل؟ ونفس الحدث يروى عن شارل دوغول وقت قال لهم وقت سالوه هل قيام فرنسا ممكن؟ قال لهم طالما هناك قضاء قيام فرنسا ممكن. يعني وهذا تشرشل طيب. بمال إذا بدنا تشرشل ودوغول بمال، هو اثنيناتهم إذا بدنا نقيس على تجربة هالبلدين اثنين العريقين بالديمقراطية بريطانيا وفرنسا، شو بقول لك للبنان؟ وين القضاء اللبناني؟ هذا ما عدا انه وقتها نزع انتخابات وهو ربحهم وحارب تشرشل قالوا له خلص انت عملت واجباتك، يلا هلا بده يجي حدا غيرك. يعني هذا شيء ثاني بس صحيح. خلينا مره هيدي ثقافة الشعوب مختلفة عن ثقافة شعبنا. نحن شعوبنا هون بالمنطقة العربية بالمنطقة الشرقية ثقافة عالم بتتعلق بشخص بنصبه زعيم، لو شو ما كان يكون بهم يعيطوا له زعيم وبقدسوه وبقلهوا له صفاته شو ما كانت صفاته رذيلة. يعني اذا عنده رذائل في فرق بين الوفاء والتقليد. نحن عم نحكي بين الوفاء، لا يكون وفي يعني لما بده حدا وافى عنده وفاء لحضرتك بفجر الجرود وغيره ولفلان الفلاني بصيدا ولفليتين بهذا، هذا شيء الوفاء مش غلط. التقليد شيء ثاني. التقليد نحن مش مع تقليد الشخص، اما شو عم بيعملوا انا بدون صوت لصوتك بتسال ما بعرف شو عم بيعملوا. يعني اكثر شغله شفتهم عملوها فوتوا العسكر ببعضه، نزلوا عسكري خدمة فعلية يضرب عسكري متقاعد، ولا أتوجه بكلامي لقيادة الجيش لأنه أنا أفهم تماما قيادة تنضوي تلتزم بالأوامر أوامر السلطة السياسية، بدت إنما شو عم بيعملوا؟ عسكري موجوع على الطريق عم بيصرخ عم بيقول لهم بدي دواء بدي جعان، عسكري معاشه 100 و150 دولار و200 دولار بدنا نضل يوصلوك لمرحلة عدم مؤاخذة على الكلام مرحلة الشحيدة، ما بحب استعمل التعبير، نزلوا عسكر مقطش بالحرب، الجيوش بتفتش على عسكري مصاب عامل شيء عمل يعملوا منه أسطورة ويعيشوا جيش على الأساطير. جيشنا مليان ملان بالأساطير عم بينزلون على الأرض لشو عم تخلوه يتبهدل هالقد؟ بتقلي شو عم بيعملوا السياسيين؟ ما بعرف شو عم بيعملوا، عم بيروحوا يجيبوا لنا فيا. طيب الشغله مش ظابطه، طيب ليه ما عم ينتخبوا رئيس جمهوريه؟ وفي ناس بيقول لك انا ام الصبي وانا هلا الصبي من 100 سنه 104 سنين في حدا كان له دور بانه بهذه الدوله وبهذا، هلا ادوارهم صايره هلا متراجعه في دور غيرهم بالوقت، شو عم يعملوا بالمسؤول الاهم الانتخاب الرئيسي؟ اهم شغله اللي عم بيعملوها بانتخاب رئيس جمهوريه، اهم شغله انه العالم عم تقتنع تماما انه ندمى متحركة دمى. الانتخاب ما حدا بقى يخبر التاني، الانتخاب مش واقع بلبنان، الانتخاب توافق دولة. لحظة اللي بده يصير في تسوية بالإقليم راح يتم التسوية كذلك الأمر، عام ملفات أربعة حكينا عليها المرة الماضية، ساعتها ملزمين بقدوم رئيس يتولى هالملفات هيدا وسوف يتم انتخاب رئيس. أما بالظرف اللي نحن مرئين فيه حالياً ما بشوف رئيس طيب. وبشوفهم اعجز من شو اللي بيمنعهم؟ ما في اي مانع. طيب ما جنرال ما نعطي مثل بال 76 المتاريس قايمه والدنيا قايمه عادي والصدام الاقليمي والدولي موجود بلبنان، انتزعوا تفاهم اقليمي دولي ومحلي وانتخبوا اليسار سركيس. رجاله ال 76 مش موجودين اليوم. رجاله ال 76 مش موجودين اليوم. فرخ مجموعه عالم يعني ما بعرف، يعني انا بشوف الامور متردية وعم تمشي لورا مش الى الامام. طب بس انه كمان الشعب يعني مسكين شو بزت له بيتلقف؟ طب ما هالشعب بيقول لك انه انتخبنا ليش انتخبونا؟ طب ليش الشعب بيتلقف؟
ما انت متعلم، انت مثقف، الشعب اللبناني شبيبنا كلنا سوا، ولادك ولادي اي مواطن لبناني عندهم وعي، ولاده بالبيت بيناقشوه بالسياسه قد ما بدك، بيروح لبرا باحسن معاهد العالم وبيتخرج بدرجات الشرف. ما عم ينتخبوا، ما عم يقتنعوا ينتخبوا، يشرف ينتخب، يجوا يغيروا، مش ما عم ينتخبوا، لا عم ينتخبوا، بس تعرف مين عم ينتخب؟ عم ينتخب اللي بيقول له عليه بيو، يعني نكيب فلان، اما نكيب فلان اما الحاجه، هون دور الدوله. ليش الدوله مجبوره هي تامن لك حاجاتك من الطبابه ومن الغذاء حتى تقدر تستغني بقرارك عن اللي هو انت تروح لعنده ليخذ لك؟ يعني كل ما تكبر الحاجه وتكبر النكيات بصير بغياب الدوله، غياب المؤسسات يؤدي الى فراغ وتهديم وتهشيم الدوله. جنرال فادي داوود، نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان، بنرجع من عيدك بعيد الجيش، وبنوجه لك تحيه لفجر الجرود لكل مسيرتك، ونحن بنعرف شو صار معك. طول عمرك وشكرا لتحيتك. اهلا وسهلا. نفس التحيه لجميع ابطال الجيش وتحديدا فجر الجرود. نعم، وكمان بنوجه كمان لكل من عنده شهداء من اجل لبنان، هلا في شهداء بالمقاومه لجميع الشهداء. مشاهدينا الكرام، نشكركم ودمتم بخير.